السورية التركية المشتركة. تحياتي لك يا أستاذة إيناس. أهلا وسهلا، حياكم الله. الله يعطيكم العافية وبارك فيكم. أستاذ إيناس، يعني بخلال يومين الماضيين تابعنا خبر قرار إدارة الهجرة في إسطنبول عن إعفاء السوريين من شرط تجديد جواز السفر السوري، وهذه المشكلة والمعضلة التي كانت تواجههم. نريد إضاءة أكثر عن آلية هذا القرار. مثل ما بتعرفوا انه تطبيقا للاخبار يلي اوردناها نحن سابقا عن مشكله الاقامات والجوازات المنتهيه، وهذا اللي عم تعمل عليه اللجنه بكل اجتماع، وعم ناكد ونطالب فيه بكل اجتماع عم يكون مع اللجنه. فاضلنا عده اخبار بانه بعد العيد، اذا بتتذكر حتى مره انا طلعت معكم اكثر من مره سالتوني على هذا السؤال، فكان تطبيق هذا الخبر هلا حاليا انه صار بامكان الشخص بدل ما هو يروح على السفارة ويجدد جوازات السفر، صار بدل الإقامة السياحية حيتم استبدالها بالإقامة الإنسانية يلي هي ما بتحتاج تجديد جواز السفر. هي فقط بتحتاج أنه يكون الشخص عنده إقامة سياحية ولو كانت خالصة منتهية المدة، وعنده جواز سفر منتهي الصلاحية يستطيع أنه يقدم. جميل. طبعاً الإقامة الإنسانية هي إقامة قديمة ما جديدة، هي فقط بس ما كانت صالحة للسوريين، ما كانت تعطى إلا بشكل كثير استثنائي لبعض السوريين، وكانت تعطى للأخوة المصريين. نعم. أما حالياً يستطيع السوري إنه يصير يقدم عليها، والتقديم متاح يعني حتى يعني إذا بنخصص فقط للسوريين فالتقديم متاح يعني. كيف متاح؟ حالياً. يعني عفواً، كيف متاح؟ يعني هل هناك طريقة معينة ولا نفس طريقة الإقامة السياحية؟ لأنه المتعارف عليه بيدخل على السيستم ليقدم على الإقامة السياحية. هل لا هناك هو نظام تفضل يعني كيف يذهب؟ يعني الشخص الآن اللي ضمن هذه الشروط، طبعاً. جواز سفره منتهي وإقامته السياحية حتنتهي أو انتهت، وين يروح؟ شو يساوي؟ هي نظام الإقامة السياحية يختلف تماماً عن نظام الإقامة الإنسانية، حتى المسؤولين عنها بإدارة الهجرة أشخاص مختلفين، يعني مدير الإقامة السياحية ومدير الحماية الدولية شخص، ومدير الإقامة الإنسانية شخص ثاني. تمام. ولكن يستطيع الشخص التقديم من خلال أنه هو يذهب لإدارة الهجرة بالولاية اللي هو ساكن فيها، طبعاً التقديم متاح ب 81 ولاية، وبيقدم وراءه، بيتم دراسة الطلب، إما حيجي برفض أو حيجي بالقبول حسب الأوراق وحسب الشروط المتاحة للتقديم. طيب أستاذي إيناس، كان ذكر بالخبر الذي ورد بأنه لمن لا يستطيع تجديد جواز سفره، يعني هذه ربما العبارة فيها شوية لبس وارتباك، يعني لمن لا يستطيع؟ طب ما هو ممكن، يعني الناس الآن عم تستطيع لكن عم تدفع كل مدخراتها وشيء حتى تجدد جواز السفر. طيب هل يعني كيف يمكن أنه نعرف نفهم هذا الشرط أكثر، لمن لا يستطيع تجديد جواز السفر؟ يعني أنت قلت هو عم يقدم مدخرات لحتى يقدم جواز السفر، فهو مو باستطاعته ولا برغبة منه أنه هو يروح يقدم يعمل تجديد جواز السفر، فهي متاحة لكل السوريين اللي معهم إقامة سياحية. أما هلأ الشخص اللي هلأ هو بيحمل إقامة سياحية وهي سارية المفعول، هلأ ما هيقلب على إقامة إنسانية. نعم. بس لحتى ينتهي جواز السفر ولحتى تنتهي الإقامة اللي معه يستطيع أنه هو يقدم على طلب الإقامة الإنسانية. تقديم هذه الإقامة السياحية فيها كان مشكلة، إنه إذا تتذكروا طلع في قرار إنه الإنسان ما بيحق له يقدم على الإقامة السياحية غير مرة واحدة في معه فرصة للتجديد. نعم. لكن تم تجميد هذا القرار لعدة أسباب، من ضمنها إنه السوريين المتواجدين بتركيا، فلهيك الإقامة الإنسانية تختلف تماما، إنه هي التجديد تبعها ما بده يعمل تجديد وراء وبده يقدم طلبات من أول جديد، لا هو بس الطلب بيقدمه مرة واحدة. طيب. وبيجي إما بموافقة أو بقبول. أما التجديد فبيكون عن طريق برنامج الإي إقامات، بيحسن أنه يجدد إلكترونيا. طيب السؤال الآن أستاذ إيناس، يعني بدأ يعني هذا أصبح مفعل الآن، يعني يستطيع كل شخص ضمن هذه الحالة أن يذهب مثلا إلى دائرة الهجرة في بشارع وطن في فاتح مثلا، هون باعتبار هي المركز الأكبر والرئيسي، بيروح ويقول أنا بدي أقدم إقامة إنسانية. يعني الخبر وصل لدوائر الهجرة المختلفة، هذا ما أريد أن أؤكد عليه، يعني ما يروح أحد ويقول ما عندنا خبر، ما في قرار، ما وصلنا شيء.
لا هو القرار كان يلي ما وصل لسه للموظفين كان الشيء اللي نحن عم نقول انه في اخبار سارة في قرارات جديدة حتكون للتسهيل، هذا لسه ما بيكون وصلا للموظفين، لانه مثل ما بتعرف القرار بيتاخذ باصحاب القرار بعدين يطبق للموظفين. الشيء اللي صدر من يومين انه هو حيتم تطبيقه للموظفين. استاذ ايناس، يعني اذا اردنا ان نتحدث عن المزايا الممنوحة للإقامة الإنسانية، هل هناك اختلافات بينه وبين الأشياء التي كانت ممنوحة بموجب الإقامة السياحية؟ لا، هو بالإقامة السياحية أيضا بيحسن أنه يتنقل بين الولايات بدون إذن سفر، بيحسن يسافر فيها برا تركيا ويرد يرجع. الإقامة الإنسانية نفس الشيء، نفس المزايا، ولكن تختلف يلي بيختلف أسباب إعطاء هي الإقامة فقط لا غير. يعني قلت إنه يسافر، هو جوازه منتهي، كيف حيسافر؟ هل ولا هي بقى. لا، إذا يلي هي بتحق له يسافر، يعني اللي معه جواز سفر صالح المنتج وعنده فيزا للبلد اللي هو حابب يروح عليها، موضوع آخر. يحسن يسافر إذا معه إقامة إنسانية. مواضيع أخرى مثل فتح حساب بنك، مثل استئجار، مثل هذه الأمور يجوز له بالإقامة الإنسانية أن يقوم بها، ما اختلف أي شيء. لا ما اختلف أي شيء، بس حسابات البنك بيختلف حسب طبيعة البنك يعني. ذاته، نعم تماما. طيب، هل تعتقدي بأنه هذا الأمر يعني سوف نسبة حله لمشكلات السوريين، يعني هل هي مقدمة لحلول أخرى للمشكلات التي يواجهونا، مثل ما يتعلق على سبيل المثال بقضية تحديث البيانات، قضية أذونات السفر وهذه الأمور، هل تم أيضا تسليط ضوء عليها؟ يعني هو في تسليط ضوء على موضوع تحديث البيانات. نعم. لأنه مثل ما بتعرف يعني أنا نقطة كنت بدي نوه عليها. تفضلي. بطريقة يعني كتير كبيرة، لأنه الاجتماعي اللي صار مع نائب الوزير ومع منظمات المجتمع المدني هو الاجتماع إجا لتأكيد يعني ضرورة تحديث البيانات للسوريين حتى ما يتعرضوا للمساءلة القانونية. تمام. لأنه في 60% من العائلات السورية غير موجودة بالعناوين اللي بتعرفها الدولة. أيوة. فهن يعني عندهم يعني أخذين الموضوع على محمل الجدية والإصرار إنه لا، لازم تكون معلومات كل سوري متطابقة مع الشيء اللي بتعرفه الدولة. كل سوري موجود بنفس العنوان. فهذا الشيء اللي هون بده يعني الفترة الجاية بده يصير في حملات تفتيش على البيوت. كل شخص لازم يكون مسجل بنفس البيت اللي هو مقدم عليه. فهذا الشيء هلا حيسبب صراحة مشكلة للسوريين. عم نحاول نحل هاي المشكلة يوم الاثنين إن شاء الله في عنا اجتماع مع الهجرة. بدنا يعني في دراسة لدراسة للسوريين يحسنوا يعملوا تحديث بيانات عن طريق الإي دولات مثل ما بيعملوا التركي، حتى ما يصير في ضغوط بسبب هلا أزمة كورونا. نصف عدد الموظفين بالهجرة بس اللي عم يداوموا. نعم. المواعيد عم تكون قليلة. نفس مشكلة إن المواعيد ما عم يلحقوها العالم، عم يضطر هو الشخص إنه يجد يدفع مصاري نفس الشيء حتى يلحق. نعم. العنوان. نعم. فهذا الشيء كلياته حيتم اختصاره إن شاء الله إذا. نعم. يعني بأقرب فترة حيطبقوا التجديد عن طريق الإي دولة. أستاذ إيناس، يعني بس للتوضيح أنه ما زال يستطيع السوري الذي لا يرغب بالحصول على الإقامة الإنسانية ويرغب بتجديد جواز سفره نتيجة أنه هو مضطر أنه عنده صفقات تجارية ربما أو رحلات خارجية، التقدم بالإقامة السياحية لم يختلف شيء؟ لا، لم يختلف شيء أبدا، لكن منحت هذه كفرصة لمن يعني يعاني من تجديد جواز سفر فقط، هكذا نستطيع أن. صحيح. نفهم الموضوع، وليس كبديل عن الإقامة السياحية بشكل نهائي. صحيح. جميل جدا. صحيح. في شيء حابة أقوله للمستمعين القناة الكريمة تبعكم. الأشخاص اللي حابين، نحن يوم الاثنين عنا اجتماع مع إدارة الهجرة. نعم. أي استفسار وأي استيضاح حابين أنه يعرفوا بإمكانهم أنه يكتبوا لكم بالتعليقات. جميل جميل جدا، بمكان البث. وأي استفسار نحن إن شاء الله منتابع معكم ومناخذ بإذن الله تعالى ومنجاوب عليها. أشكرك شكرا جزيلا أستاذة إيناس النجار على هذا الاتصال الخاص وهذه المداخلة الخاصة لإذاعة مسك اف ام فيما يتعلق بآخر القرارات التي صدرت عن اجتماعكم مع دائرة الهجرة والمتعلقة بالإقامة الإنسانية والمواضيع الأخرى ذات الصلة بتحديث البيانات وغيرها، وهي دعوة مفتوحة أيضا كما ذكرت للسادة المستمعين لمن لديه
أي سؤال غير ما ذكر في هذه المقابلة، ونحن بدورنا بإذن الله سبحانه وتعالى سنحوله لكم لاجتماعكم يوم الاثنين. أشكرك شكرا جزيلا مرة أخرى، حياك الله. أهلا وسهلا.